فاليوم أنا بدي أتكلم في بعض المواضيع اللي رسالة من القلب، كلمات تحتاج أن تسمعها أي امرأة. لكن أنا عندي سؤال لكل النساء، يعني عندي سؤال: من وين بتجيبوا هالقوة؟ القوة اللي عندكم من وين جايبينها؟ بس احكولي. المرأة اللي بتربي، يعني خلينا ناخذ الموضوع من البداية، كيف تتحملوا الرجال؟ كيف تتحملي الرجال وبتروحي للولاد تبطوا صوتكم، أبوكم رجع من الشغل؟ كيف بتقدري إنك تقومي كل يوم الصبح تفكري كيف بدك تطبخي وتعملي أكل وتطعمي كل هالناس المتعلقة معك؟ كيف بيجي إليك نفس إنه كل يوم تصحي الصبح وتعيدي نفس الروتين؟ لأنه الإشي اللي أنتي بتعمليه إحساسك إنه لو ما عملتيه ما حدا حيعمله. من وين بيجيكي هالقوة؟ من وين بتجيبي قوة عشان هرموناتك تكون ملخبطة خلال فترة في الشهر وتكون في عم تنزفي وبنفس الوقت عم تعطي؟ من وين بتجيبي القوة؟ من وين بتجيبي قوة عشان تتحملي أولادك لما يبلشوا يعلوا صوتهم وتصير شخصياتهم بدها تطلع وينسوا كثير من الشغلات اللي انت قدمتيها؟ من وين بتجيبي صبر؟ من وين بتجيبي صبر انك تمسكي لسانك قبل ما يدعي دعوة على ابنك اللي مغضبك؟ احكيلي من وين بتجيبي قوة؟ فهميني من وين قوتك؟ من وين بتجيبي قوة انك تتحملي الظلم؟ من وين بتجيبي قوة انك تتحملي مجتمع كامل بيعتبرك جناح مكسور؟ يعني عادة نحن دائما بنحكي انه شدوا حيلكم واعتمدوا على حالكم وانت بايدك الخيار، بس سيدتي الفاضلة اعتقد انه اليوم انت مش بحاجة للدكتور حسن، الدكتور حسن بحاجتك. من وين بتجيبوا هالقوة؟ لما كنت اطلع على امي وهي السيدة المسكينة اللي كان عندها 5 أولاد وتطبخ وتغسل وتجلي وتدرس وتكنس وتمسح، انا اعتقد لما قدمنا امتحانات امي اللي قدمت امتحانات مش احنا، امي اللي نجحت مش احنا اللي نجحنا، امي اللي درست مش احنا اللي درسنا، امي اللي سهرت نحن كنا نايمين، لما كنا نمرض امي اللي كانت حرارتها ترتفع مش احنا، امي اللي حملت همنا، امي اللي كانت تفكر لقدام كيف بدنا نتجوز وشو بدنا نعمل وشو لازم نتعلم وشو مش لازم نتعلم. اعتقد ان المفهوم خاطئ، اعتقد انه نحن لازم نتعلم القوة من اول وجديد ونعرف وتسألي حالك سؤال: من وين لك هالقوة؟ يمكن انا عندي جواب بسيط، ومعلش سامحوني على جهلي اذا كان نابع عن جهل، لكني هي ملاحظة. اعتقد انه القوة هي طبيعة خلقك، ولا يمكن ان يكون انسان معطي مش قوي، لا يمكن. فعندما خلقك الله لتستوعبي، إذا كان أنت بداية حياة أي إنسان استيعابك له، المرأة هي التي تستوعب، منذ كنا حيوانات منوية هي اللي استوعبت، أكلت وشربت، ومن وين؟ من لحمها، من دمها كانت تعطيك. وبعدين بيجي شخص بتشوفه بيبكي على أمه: يا حرام أمي ماتت، الله يرحمك يا أمي، وبيبوس رجليها وهي ميتة، وهو ظالم لزوجته وهو قاهر لبنته. فأعتقد أنه السر مرات في ظلم المرأة غير من قوتها، قوتك صعبة وفي كتير ناس مش فاهمينها، وبسبب ضعف الشخصية مرات الناس بتعرفش تتعامل مع القوة. أنا بدي أوضح نقطة: أنت بحاجة الرجل، ومن غير الرجل ما بينفع، بس بحاجة الرجل جنبك، ما بحاجة أي شيء آخر. إذا كان الرجل وظيفته أنه يقود، فأنت وظيفتك أنك توفري ما يقاد، لأن الرجل من غير امرأة ليس له لا قوامة ولا رجولة ولا رأي ولا عمين بده يفرض رأيه على مين. كيف القبطان بده يقود سفينة من غير سفينة؟ فإذا كان الرجل هو القبطان فأنت السفينة، وأعتقد أنه السفينة ما بتغرق حتى لو ما كان فيها قبطان، بس القبطان من غير سفينة ما بيعرف يبحر ولا بيروح أي مكان، هي عملية تكاملية. فاليوم أنا حبيت أحكي شغلة واحدة بس، كلام أعتقد أنه كل امرأة تسمعه، هي الكلمة اللي كان بتمنى أنه أمي يرجع فيها الزمن عشان أحكي لها كل يوم: الله يعطيك العافية، شكرا.
ومش شكرا اللي هو شكرا من القلب. وإن شاء الله يعني أتمنى أنه في يوم من الأيام بدل ما نقعد ندرس النساء كيف يتعاملوا مع الحياة، أتمنى أن النساء يصيروا دستور ومنهج نتعلم منه كيف نتعامل مع الحياة. المرأة التي تكون في مستشفى الولادة وتعاني من ثاني أكبر ألم بعد الموت حرقا، هذا تعريف الولادة، راجعوا الكتب، الولادة هي ثاني أكبر ألم بعد الموت حرقا يحسه أي إنسان. ففي اللحظة اللي بتكون عم تعاني كل هالمعاناة وكيف كل هالألم بيقلب إلى ابتسامة وفيها دمعة لما بيحطوا ابنها بإيدها، أليس هذا المخلوق معجزة؟ أليست المرأة معجزة؟ كيف تنقلب فجأة من قمة الألم لقمة الحنان والعطاء؟ بجوز نحن أنا أذكر كنا مرة بنلعب، كنا أطفال وكان عندنا أستاذ رياضة فبيلعب معنا في حصة الرياضة كرة قدم، وكان هذا الأستاذ حقيقة يعتبر أن أسنانه عورة، يعني كان لا يبتسم، ما عمرنا شفناه مبتسم. ففي يوم من الأيام وإحنا بنلعب جت الكرة لعنده فشاط الكرة، فالكرة ضربت في قائم المرمى، ارتدت ضربت في وجهه ودخلت جول. فهو طبعا من قوة الضربة، الضربة كانت قوية جدا، تألم. فحكينا له أستاذ معلش هاي جبت جول، حكى مش حاسبه، مش محسوب الجول، الجول اللي بدي يجيب هالألم ما بدي إياه. فتخيل إحنا قديش ما عندنا قدرة على تحمل مرات الألم. خليني أوضح شغلي، أنا بالآخر لست هنا لأدافع عن المرأة، المرأة مش بحاجة لدفاعي، ولست هنا لأجامل المرأة لأنه لن أستطيع إلى أن أصل إلى ربع ما قدمته أمي لي. هذا عرفان بالجميل لا أكثر ولا أقل. وبرأيي الشخصي لا يمكن أن تصل المرأة إلى كامل أنوثتها إلا بوجود رجل، رجل حقيقي وليس ذكر. وأنتوا أدرى يمكن بالفرق بين الذكر والأنثى، وبين الذكر والرجل والأنثى والمرأة، هذا موضوع طويل. فكل واحد يروح يحكي للمرأة اللي موجودة في حياته الله يعطيك العافية، واجلس وتعلم، تعلم معنى الصبر، تعلم معنى العطاء، تعلم معنى الحنية، تعلم معنى الإخلاص والولاء لرسالة الإنسان في الحياة.